الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيه أجمعين، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المستمعون الكرام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير البرية وأزكى البشرية وأعلاها رتبة وأجلها قدرا وأحسنها خلقا وأكرمها على الله تبارك وتعالى. اختاره الله على علم وأكرمه بالرسالة وأيده بالوحي، جبله على حميد الخلال وفطره على كريم الخصال، ثم أدبه فأحسن تأديبه ورباه فأحسن تربيته، فكان خلقه القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلقه. وإنما أدبه القرآن بمثل قوله تعالى: خذ العفا وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقوله: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وقوله تعالى: فاصفح الصفح الجميل، وقوله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأمثال هذه التأديبات في القرآن كثيرة لا تحصى، وهو عليه الصلاة والسلام هو المقصود الأول في التأديب والتهذيب، ثم منه يشرق النور على كافة الخلق، فإنه أدب بالقرآن وأدب الخلق به. ثم لما أكمل الله له خلقه أثنى عليه فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فسبحانه ما أعظم شأنه وأتم امتنانه، انظر إلى عظيم فضله وعميم لطفه كيف أعطى ثم أثنى. ولقد كتب العلماء رحمهم الله في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، فتحدثوا عن حلمه وعفوه ورحمته وشفقته وحيائه وشجاعته وجوده وكرمه وصدقه وبره ووفائه وأمانته وإيثاره وتواضعه ولين جانبه وكرم معشره ونحو ذلك. فمن تأسى به وتخلق بخلقه كان في أعز جوار وأمنع ذمار، فبحسب متابعته تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أنها بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاح. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. فبث شمائله الحميدة ونشر أخلاقه الكريمة من أمثل الطرق وأقوم السبل لحسم الفساد وكسر شوكة الباطل، بل إن ذلك مرقى العز وسلم السعادة وسبيل التأسي. فمما قيل في أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس، وكان أسخى الناس، لا يبيت عنده دينار ولا درهم، وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه وفاجأه الليل لم يأوي إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه، وكان لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط، وكان ذلك من أيسر ما يجد من التمر والشعير، ويضع ذلك في سبيل الله ولا يسأل شيئا إلا أعطاه، ثم يعود على قوت عامه فيؤثر منه حتى إنه ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء. وكان يخسف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويقطع اللحم معهم، وكان أشد الناس حياء لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان يجيب دعوة العبد والحر ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن، ويكافئ عليها ويأكلها ولا يأكل الصدقة، ولا يستكبر عن إجابة دعوة الأمة والمسكين، يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع، ومرة يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد، ولا يتورع عن مطعم حلال، وإن وجد تمرا دون خبز أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد حلا أو عسلا أكله،
وإن وجد لبنا دون خبز اكتفى به، وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله. وكان يعود المرضى ويشهد الجنائز ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس، وكان أشد الناس تواضعا، وأسكنهم من غير كبر، وأبلغهم من غير تطويل، وأحسنهم بشرى، لا يهوله شيء من أمور الدنيا، يلبس ما وجد، فمرة شملة، ومرة برد حذرة يمانية، ومرة جبة صوف، وما وجد من المباح لبس، يركب ما أمكنه، مرة فرسا ومرة بعيرا، ومرة بغلة شهياء، ومرة حمارا، ومرة يمشي راجلا حافيا، يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتألف أهل الشرف في البر لهم، يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم، لا يجفو على أحد، يقبل معذرة المعتذر إليه، يمزح ولا يقول إلا حقا، يضحك من غير قهقهة، يسابق أهله، ترتفع الأصوات عليه فيصبر. وكان لا يمضي له وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد له منه من صلاح نفسه، لا يحتقر مسكينا لفقره وزمانته، ولا يهاب ملكا لملكه، يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويا. قد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. نشأ في بلاد الجهل والصحارى في فقره وفي رعاية الغنم يتيما لا أب له، فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين، وما فيه النجاة والفوز في الآخرة، والغبطة والخلاص في الدنيا، ولزوم الفضل وترك الخذول. وما ضرب بيده أحدا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله تعالى، وما انتقل من شيء صنع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله، وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك. وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قال معه في حاجته، ولم يكن فذا ولا غليظا ولا سخابا في الأسواق، وما كان يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وما كان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام، ومن قادمه لحاجة سابره حتى يكون هو المنصرف، وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر، وإذا لقي أحدا من أصحابه بدأه بالمصافحة ثم أخذ بيده فشابكه ثم شد قبضته عليها. وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيديه عليهما شبه الحبوة، ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه، لأنه كان يجلس حيث انتهى به المجلس، وما رؤي قط مادا رجليه بين أصحابه حتى لا يضيق بهما على أحد إلا أن يكون المكان واسعا لا ضيق فيه. وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليس بينه وبينه قرابة ولا رضاع مجلسه عليه. وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل، وما استسقاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه. وكان يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه وسمعه وحديثه ولطيف محاسنه وتوجيهه، ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة. ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم، وكان يكني من لم تكن له كلية، فكان يدعى بما كناه به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكني أيضا النساء اللاتي لهن الأولاد واللاتي لم يلدن يبتدئ لهن الكنى، ويكني الصبيان فيستلين بذلك قلوبهم. وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، وكان أرأف الناس للناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس، وكان لا يشافه أحدا بما يكرهه
هذه بعض أخلاقه وشمائله، رزقنا الله حسن اتباعه والاتساع به والاهتداء بهديه، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.